السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. الحكومة العراقية تطعن بعدد من فقرات الموازنة العامة وتطالب بأمر ولائي يوقف تنفيذ المواد المطعون في أمرها. هيئة النزاهة تثير مخاوف الفاسدين، كشف الذمم المالية يضع المراوغين أمام إحراج كشف فسادهم. حياكم الله بعد أن كان جميع الأنظار تصوب نحو ترجمة أرقام الموازنة من الورق إلى الواقع بعد نشر الوقائع، إلا أن موادها تناثرت وما كان احتمالا قائما أصبح واقع. هنا الطعون الحكومية في فقرات الموازنة كانت حاضرة نتيجة التعديلات النيابية من جداول فاقمت تخمة المصروفات المالية. فغير مرة أكدت الحكومة أن مشروع الموازنة منسجم مع البرنامج الحكومي، وأي تغيرات تطرأ بخلاف الرؤية الحكومية يعد تغيرا في الحسابات وخروج عن النصوص الهيكلية الإدارية، غير أن تبعات الأمر ربما تتعدى إعادة الرسم وتؤثر سلبا في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، فرح نتحدث عن حملة كشف الذمم المالية التي تقوم بها هيئة النزاهة تمهيدا لتحضيرات انتخابات مجالس المحافظات، واستنادا لمواد قانون هيئة النزاهة اللي تنص على هذه الإجراءات، إلا أن بعض المسؤولين المشمولين بالإفصاح عن كشف ذممهم المالية وجهت إليهم أصابع الاتهام بضلوعهم في قضايا فساد كبيرة، ومخاوف فضحهم هو من جعلهم يتبعون ويمتنعون عن كشف ذممهم المالية لثرواتهم الطائلة. ووفق تهربهم من هذه الإجراءات القانونية يشير المتخصصون إلى ضرورة إصرار الجهات المعنية بملاحقتهم لكشف حقيقة هذه المراوغة في عدم إفصاحهم. فملف كشف الذمم صار يتأرجح بين المماطلة والتهرب وبين من قدم ممتلكات المالية امتثالا لقرارات النزاهة. هذين ملفين راح نفتحهم في حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة من حصاد الأيام، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري. حياك الله دكتور. حياكم مصدق. الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك. وكذلك أرحب بالدكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي. حياكم الله ضيوفا كرام. بداية عندما حضرتك دكتور مصدق نسأل عن الطعن في بعض مواد الموازنة اللي قيدها بالمجمل هذا الموضوع، عم أن الفقرات المطعون فيها فقط هي اللي راح تقيد. السلام عليكم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق بالتسريبات التي أعلنت مؤخرا عن قيام رئيس مجلس الوزراء من خلال ممثله القانوني بالطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية، فهذا الحق مكفول له وفق المادة 93 على أولا من الدستور الذي اختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة. فبالتالي بعد نشر القانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/6/2023 ثبت هذا الحق لرئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكل الأعضاء أعضاء مجلس النواب وكل من تضرر من تشريع قانون الموازنة العامة. فبالتالي اليوم حقيقة رئيس مجلس الوزراء يمارس حقه باعتبار أن الدستور قد منحه لمجلس الوزراء الحق الحصري في تقديم مشروع الموازنة وفق المادة 80 من الدستور وكذلك المادة 60 من الدستور. لهذا قيام مجلس النواب العراقي بتعديل نصوص قانون الموازنة العامة
وتغييرها عما أرسل من مجلس الوزراء حقيقة يشكل مبررا لعريضة الطعن التي قدمت أمام المحكمة الاتحادية، باعتبار أن المحكمة الاتحادية قد أقرت العديد من المبادئ، منها أنه مجلس النواب يمتلك تقديم مقترحات القوانين، لكن هذا الأمر مشروط أن لا يرتب عليها أعباء مالية، وأن لا تمس بالمنهاج الوزاري للحكومة أو السياسة العامة للحكومة أو استقلال القضاء. فبالتالي أربع هذه محظورات لا يستطيع مجلس النواب أن يقوم بالتعديل في قانون الموازنة. ما حصل اليوم، مجلس النواب قد أطلق يده ومارس سلطة تقديرية واسعة بأبشع صورة فيما يتعلق بتعديل نصوص قانون الموازنة من غير أخذ موافقة مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة. لهذا تم تقديم هذا الطعن إلى المحكمة الاتحادية العليا، لكن حقيقة هذا الطعن يثير العديد من المخاوف، منها أن الممثل القانوني معروف، هذا الأمر كان بناء على توجيه من رئيس مجلس وزراء أو من تلقاء نفسه، الممثل القانوني طلب إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ قانون الموازنة. فهذه النتيجة حقيقة نتيجة خطرة يفترض أن نقف عندها ويقف عندها رئيس مجلس وزراء، لأن إذا تم إصدار الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا معنى هذا أنه سيكون هنالك اضطراب وعدم استقرار مالي واقتصادي في العراق. لهذا نعتقد أنه فيما يتعلق بإصدار الأمر الولائي يتوجب على السيد رئيس مجلس الوزراء أن يوجه الممثل القانوني بإسقاط الشق الأول من طلبه، باعتبار أنه قد يرتب مسائل مالية واقتصادية قد لا تقوى الحكومة على مواجهتها في ظل حملتها وسياستها الموجهة لتحقيق حكومة الخدمات. طيب دكتور ماجد، جد ترحابي بحضرتك. يتفضل الدكتور مصدق عادل حول هذه الإجراءات القانونية وأحقية رئيس مجلس الوزراء بهذا الطعن حسب ما تم تسريبه، ولكن خلينا نرجع بما صرحت به وزارة المالية. كان هنالك تحذير مسبق من وزيرة المالية بعدم إضافة أي تعديلات ذات أعباء مالية، رغم مؤشر المخالفة كان هنالك إصرار على تمرير هذه الفقرات ذات الجنب المالية. شنو السر بذلك من ناحية اقتصادية حسب وجهة نظر حضرتك؟ أولا تحياتي لكم وتحياتي لضيفكم الكريم وللمشاهدين الكرام. لك كل التحايا. المسألة هذه ليست أول مرة تقوم الحكومة بالطعن في التعديلات التي يقوم بها مجلس النواب. أتذكر في عام 2014 عندما كان السيد حيدر العباد رئيس الوزراء أيضا قدم طعن، وطعن بمواد أعتقد 37 مادة قدم بها طعن، ونجح في بعض المواد، و يعني أعطي الحق للوزارة في بعض المواد وأعطي الحق لمجلس النواب في المواد الأخرى. المسألة الأساسية الآن، القانون صريح وواضح أنه المناقلات مسموح بها، ولكن على أن لا تشكل عبئا ماليا على الحكومة، وفي نفس الوقت أن لا تزيد النفقات في مجالات وتخفض في مجالات أخرى يتضمنها البرنامج الحكومي. لذلك المسألة يعني في تصور عملية الطعن عملية روتينية، عملية يعني قامت بها الحكومة ليست لأول مرة، ومن الممكن أن تطول هذه يعني فترة الحكم فيها تطول فترة طويلة جدا كما حصل في السابق. ولذلك في حالة الخلاف الكبير جدا ممكن المحكمة الاتحادية تلجأ إلى هيئة خبراء، وهيئة خبراء هي اللي تقرر أو هي اللي تقترح الحلول اللي موجودة. المسألة بالأساس من حق الحكومة أن تطعن في بعض القرارات التي تؤدي إلى مخالفة برنامج الحكومة وإلى التزامات مالية جديدة على الموازنة وعلى الحكومة. وأعتقد أن هناك نعم أضيفت بعض الالتزامات المالية التي ليس من حق مجلس النواب أن يضيفها. طيب تحدثت حضرتك دكتور مصدق عن الجهات اللي من الممكن أن تطعن بهذه الموازنة، نسأل عن بقية الجهات التنفيذية اللي من المحتمل أن تقدم هذه الطعون، مثلا رئاسة الجمهورية، حكومة إقليم كردستان. هنالك أيضا بعض الإشكالات التي تؤشر على هذه الموازنة، هل لهم الحق في الطعن؟ نعم، حق الطعن مكفول لكل الرئاسات الثلاث ولكل أعضاء مجلس النواب ولكل من تضرر من قانون الموازنة، فبالتالي كل شخص عنده مصلحة بإمكانه أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية. حقيقة كنت أتمنى أن لا يصار إلى الطعن بقانون الموازنة العامة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، باعتبار الموازنة التي
تم إقرارها هي موازنة انفجارية 200 تريليون دينار، فبالتالي قيام الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء بالطعن بقانون الموازنة نعتقد أنه سيفتح شهية أعضاء مجلس النواب، وسنشهد في الأيام القادمة عشرات الطعون المتعلقة بعدم دستورية العديد من المواد المضافة من قبل مجلس النواب، فبالتالي المحكمة الاتحادية العليا سوف لن تجد هنالك حل سوى أن تقوم بتجميع هذه الطعون كلها في دعوة واحدة، ومن ثم تصدر قراراتها مثل ما صدرت القرار 17 على التحدي على 2017 والقرار 35 على التحدي 2021. لكن مما يؤسف إلى حقيقة الطعن الذي تم تقديمه من رئاسة الوزراء طعن غير دقيق في بعض مواده، بالتحديد المادة 2 على أولا على ثامنا على جيم، اللي هي تقول على وزارة الكهرباء نصب عدادات الكهرباء في المناطق خارج التصميم الأساسي. هذا الطعن حقيقة من غير المقبول أن نقبل به، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الإنسانية. لماذا؟ لأن الحكومة قبل فترة قد أطلقت إمكانية تحويل صنف الأرض الزراعي إلى سكني، بل أبعد من ذلك قانون الموازنة في مادة أخرى لا أتذكر رقمها بالتحديد يوجب على جميع دوائر الدولة بعدم ترويج أي معاملة لأي شخص إلا بعد أن يثبت قيامه بتسديد أجور الكهرباء والماء. فهنا التساؤل، إذا الممثل القانوني لرئيس الوزراء طعن بعدم دستورية إلزام وزارة الكهرباء بنصب عدادات الطاقة الكهربائية، فكيف سيصر إلى إلزام المواطن بتقديم ما يثبت تسديده لأجور الكهرباء والماء؟ ولهذا نعتقد أنه يحتاج من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء أن يصار إلى إعادة النظر في الطعن الذي تم تسريبه للإعلان، وبالتالي تقديم طعن متكامل وشامل، أو يصار إلى حل ثاني وهو سحب الطعن بأكمله من أجل أن يتم إيقاف مسألة فتح الباب على مصراعيه أمام النواب لغرض الطعن في قانون الموازنة وتأخير إنجاز الحكومة للمهام المكلف بها. وبالتالي المحكمة الاتحادية العليا سوف لن تتردد في رد غالبية الطعون التي ستقدم، باعتبار أن الغرض الأول والأخير من قانون الموازنة هو خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم وتقديم الخدمات لهم. فلهذا هذا الطعن يحتاج إلى إعادة النظر، الأبعد من ذلك يحتاج إلى ضبط الإيقاع مع الكتل السياسية ومع النواب من أجل أن يصار إلى دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام. طيب دكتور ماجد، يتحدث الدكتور مصدق عادل عن أن الهدف الأول والأخير من هذه الطعون وإيجاد هذه الموازنة هو خدمة المواطن، وهذا الموضوع اتفقت عليه الكتل السياسية في تحالف ائتلاف إدارة الدولة، وأيضا وسمت الحكومة نفسها بحكومة الخدمات. نتحدث هنا عن هذه الأسباب، يعني شلون نشوف حضرتك يعني المواد المطعون فيها وضعت لغرض التعطيل أم عدم دراية بمآلات هذه الإضافات المالية، أم كان هنالك توقع أن الأمر راح يتم تسويته من قبل الحكومة وإيجاد غطاء مالي لهذه الفقرات؟ أعتقد أنه الطعن كان فيه 12 مادة، وفي نفس الوقت يعني الطعن في الموازنة بشكل عام هو خطأ بشكل أساسي. المشكلة الأساسية أي تأخير أو تعطيل لتنفيذ الموازنة هو ليس مصلحة الشعب العراقي وليس مصلحة الحكومة ولا من مصلحة مستقبل العراق الاقتصادي. طبعا الموازنة اتجهت في حلول اجتماعية كثيرة جدا، صحيح ممكن هناك خلاف كثير جدا في موضوع طريقة الحل، واتجهت أيضا إلى تخصيص مبالغ جيدة لعمليات الاستثمار وتقديم الخدمات، وهذه أيضا هي المسألة الأساسية في الموضوع. فأي تأخير في هذه العملية سيؤدي إلى نتائج غير صحيحة بالنسبة للمجتمع العراقي وبالنسبة للحكومة العراقية. ولذلك أنا في تصوري إذا ما استمر الطعن على شكل أنه بهذا الشكل ويؤدي إلى تأخير الموازنة، فالمفروض أنه يجب سلوكية أخرى في موضوع الطعن وموضوع إصدار الأمر الديواني في تعطيل المواد هذه 12. أعتقد يجب النقاش حوله والاتفاق مع الحكومة في موضوع كيفية التنفيذ. لكن المشكلة إذا تم تنفيذ هذه المواد المطعون فيها فماذا سيحصل؟ طيب راح تصير الحكومة أمام الأمر الواقع، ولذلك الموضوع هو
يعني يجب أن يناقش بشكل جيد من حيث النتائج التي تؤدي إلى يعني النتائج التي سيحصل عليها الشعب العراقي من تنفيذ الموازنة. رغم كل المشاكل اللي موجودة في تنفيذ الموازنة أو في الموازنة ورغم كل المطبات الموجودة فيها إلا أنها تستطيع أن تحل مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للمجتمع العراقي وبالنسبة للتنمية الاقتصادية للعراق، وهو ما يحتاجه في الوقت الحاضر. يعني وضع العراق في طريق على السكة من أجل البداية الصحيحة لعملية التنمية الاقتصادية وحل مشاكل اجتماعية للمجتمع العراقي. دكتور مصدق عادل يعني يشير إلى نقطة بأنه من أحقي الحق لجميع الأطراف الكتل السياسية والرئاسات الطعن أو من أي جهة أنه متضررة من هذه الموازنة، ورأي حضرتك بأنه الإسراع في الموازنة هو في مصلحة الشعب العراقي وأي تأخير راح يضر بهذه المصلحة. هنا راح نتحدث عن هذه الجزئية، لما يكون طعن حكومي بهذه الموازنة برأيك هل راح يفتح شهية إقليم كردستان للطعن أيضا في المواد اللي مررت على مضض من الإقليم؟ دكتور ماجد الحضرتك عزيزي، المشاكل اللي موجودة مع إقليم كردستان أعتقد رضخ الجميع لموضوع الحلول التي طرحت، ولا توجد مبادرة يعني أو بوادر على أن إقليم كردستان سيعمل على الطعن بالموازنة، لأنه تم الاتفاق عليها سياسيا وتم تمريرها بالشكل الصحيح. وأعتقد أن حتى لو كان هناك طعن من قبل حكومة إقليم كردستان على بعض البنود وهي المواد 13 و14 أعتقد إذا تم الطعن فيها فهو من يعني لا يستطيعون أن يكسبوا أي نتيجة إيجابية بالنسبة لهم، لأنه الاعتمد كل في هذا الموضوع اعتمد على قرارات المحكمة الاتحادية وعلى التوجه العام للحكومة العراقية في أن النفط العراقي هو للشعب العراقي ويجب أن يكون من خلال إدارة مركزية واحدة مع التعاون مع إقليم كردستان وكل المحافظات الأخرى. والدستور يعمل يعني في الدستور أنه إدارة أموال العراق يجب أن تكون من لجنة من الحكومة والخبراء من أجل تقسيم العوائل. هذا لم يتبع في الوقت الحاضر، وهي أحد الأسباب الأساسية للمشاكل التي توزع في موضوع توزيع الثروات العراقية وفي موضوع التوزيع العادل بين المحافظات وبين الإقليم والحكومة. الواقع أن إقليم كردستان حصل أكثر مما يستحق بصراحة أقولها. نعم. حصل أكثر ما يستحق. هذه وجهة نظر مالية. موارد نعم. مجموعة الموارد اللي حصل عليها بحدود 20 تريليون دينار، بس من الناحية الرسمية يعني هذه عدا المواد الأخرى. نعم. من الناحية الرسمية أنه إقليم كردستان وهو 3 محافظات أو 4 حصل على أكثر من 16 تريليون دينار، بينما جميع بالنسبة للنفقات التشغيلية والرأسمالية، بينما جميع المحافظات حصلت على أقل من 8 تريليون دينار. و هذا لا أريد أن أناقشه بشكل تفصيلي. نعم. لأنه مواقف مختلفة وقضايا سياسية تم الاتفاق عليها وبعدين تم التراجع عن قسم من عدها. نعم. وتم الاتجاه إلى أنه إقرار الموازنة بشكلها الحقيقي بشكلها الواقعي اللي موجود الآن. نعم. ولا أعتقد هناك أحد قام سيطعن بالمواد 13 و14 فيما يتعلق بإقليم كردستان. دكتور مصدق ما أدري إذا إلى أي مدى تتفق مع الدكتور ماجد حول قناعة إقليم كردستان. نعم. بهذه الاتفاقات السياسية وما حصل عليه الإقليم تجاه أنه طعن الحكومة لربما سيفتح شهية الإقليم للطعن المشابه. حقيقة إقليم كردستان بإمكانه أن يطعن ويكسب الدعوة لصالحه فيما يتعلق بالمادة 12 و13 و14 باعتبار المادة 115 من الدستور واضحة وصريحة تقول في حال التعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم تكون الأولوية لقانون الإقليم في غير الاختصاصات الحصرية الممنوحة للسلطات الاتحادية، يعني في غير المادة 109 و110. الخلاف اليوم على المادة 112 اللي تقول و111 تقول النفط والغاز ملك لكل أبناء الشعب العراقي، واللي تجعل إدارة النفط مشتركة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية الممثلة بوزارة النفط. لكن مثل ما ذكر ضيفك الكريم المبالغ المالية الكبيرة التي حصل عليها إقليم كردستان، يفترض الحصة الرسمية 14 تريليون، حصل إقليم كردستان أكثر من 18 تريليون، فبالتالي بفرق 4 تريليون عن الحصة المعتمدة لكل سنة،
فبالتالي في حال قيامه بالطعن سيصار إلى تقديم طعن آخر مضاد قد يوقف جميع الاستحقاقات والمكاسب السياسية التي حصل عليها الإقليم في قانون الموازنة العامة للاتحاد. لهذا نعتقد أن سلطات الإقليم سوف لن تقدم على الطعن، لأنها تعلم علم اليقين أن هنالك نواب محترفين في الطعون الدستوري أمام المحكمة الاتحادية، وبالتالي سيقبلون بهذه المواد باعتبارها أن غالبية نصوص قانون الموازنة قد كان الاتفاق السياسي حاضرا أكثر منه من نصوص الدستور أو نصوص القوانين النافذة، حتى فيما يتعلق بمسألة العجز أو قيام مجلس النواب بفرض رسوم فيما يتعلق بصندوق دعم وزارة الداخلية 01 بالألف، وكذلك فرض رسوم على كل موظف في الدولة العراقية دون أن تطلب الحكومة ذلك اللي هو 01 بالألف. كل هذه الأمور حقيقة ستكون حاضرة بالطعن أمام المحكمة الاتحادية. فاليوم المحكمة الاتحادية حقيقة ستركز نظرها على الطعون العشر مواد التي قدمت من الممثل القانوني لرئيس وزراء، وهذا الطعن الذي قدم حقيقة أعتقد وأستطيع أن أصفه بأنه ذر الرماد في العيون، باعتبار أن هنالك أكثر من 20 مادة لو أردنا أن نتفحصها وندققها مع نصوص الدستور نجد أنها بالإمكان أن يصار إلى الطعن بها أمام المحكمة، ولن تتردد المحكمة في حذفها باعتبار أن مجلس النواب لا يملك إضافة 1000 دينار على الموازنة العامة دون أن يقترن ذلك بموافقة مجلس وزراء. ولهذا الحكومة اكتفت بعشر مواد، وهي تعلم علم اليقين أن المحكمة الاتحادية ستجيب 80 إلى 85% من المواد المطعوم بها، وبالتالي سينتهي الأمر بهذا النتيجة. مو إحنا هذا الموضوع لا ينتهي عندنا بالإعلام، راح يفتح لنا سؤال آخر دكتور مصدق، يعني نعم. شنو احتمالات أن تسبب هذه الطعون الحكومية من أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ حقيقة لن تتسبب بأي أزمة، لأن حتى النص اللي يلزم مجلس الوزراء بإكمال ملف الوكالة في موعد أقصاه 31/12/2023، هذا النص موجود في قانون الموازنة لسنة 2021، والمحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستوريته، فبالتالي بإمكان أي نائب اليوم أن يطعن أو حتى الحكومة أن تطعن في هذا النص، وبالتالي لن تتقيد فيه، ومجلس النواب سيتقبل هذه النتيجة لأنه عندما أقدم على الإضافات أو عندما أقدم على استحداث الدرجات دون أن يأخذ رأي الحكومة فإنه قد وضع أمام نصب عينيه أنه بإمكان الحكومة أن تطعن بها، وبالتالي اليوم حقيقة كل نصوص قانون الموازنة هي تحت رحمة الحكومة والمحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي نعتقد أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون للمحكمة الاتحادية، ولن تتردد المحكمة في مسك العصا من المنتصف من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي القائم حاليا في العراق. طيب هذه الموازنة لمدة 3 سنوات دكتور ماجد، بالتالي لما يكون هذا الشد والجذب فيها بهذه الكيفية، هل ستضمن 3 سنوات المقبلة خصوصا في الجانب الاستثماري؟ عزيزي الموضوع عميق جدا في موضوع 3 سنوات. أولا 3 سنوات ماذا تعني؟ تعني تجميد جميع التوظيفات وجميع النفقات التشغيلية، وفي نفس الوقت استمرارية العمل بالنفقات الاستثمارية، وهذا هو الهدف الأساسي من وضعها على 3 سنوات. لكن المشكلة هي 3 سنوات وعدم استقرار مالي واقتصادي وركود عالمي، أعتقد هذه المسألة سيعاد النظر فيها من ناحية واحدة اللي هي مدى إمكانية تغطية النفقات التشغيلية، والعبء كبير جدا على الحكومة العراقية لأنه رواتب وحدها بما فيها التعويضات الموظفين والإعانات والمعونات والتقاعدية كلها تكون بحدود 112 إلى 113 تريليون دينار، وهذا التزام كبير جدا على الحكومة العراقية إذا ما علمنا أنه الآن معدل التصدير للشهر السابق كان بحدود 3,300,000 والموازنة تقول 3,500,000، وهذا وحده أدى إلى تخفيض الإيرادات إلى 7 تريليون، مع العلم يعني إذا حسبنا أنه الفرق بالسعر بين 70 و 71.5 راح يكون بحدود 3 تريليون، يعني المسألة تقريبا 4 تريليون هو عجز فعلي هذا وليس مخطط، لكن العجز المخطط هو 64 تريليون، عجز كبير جدا، ونتيجة لتأخر الموازنة راح يخفض
من هذا العجز إلى درجة كبيرة جدا. لحد الآن حسب المعلومات اللي موجودة أنه خلال سنوات سابقة تنفيذ النفقات التشغيلية يكون بحدود 80 إلى 90%، أما النفقات الاستثمارية يكون بين 2 إلى 25%، هذا في أحسن الأحوال عدا بعض المحافظات اللي وصل بها إلى 60 أو حتى 100%، من بس كمعدل عام يصل إلى 25-30%. ولذلك المسألة اللي مطروحة موضوع العجز وموضوع العمل بالنسبة للموازنة وموضوع استمرارية المدة 3 سنوات قد تؤدي إلى أن السنة الحالية لن نصادف عجزا كبيرا في الموضوع، باعتبار أنه ليس جميع النفقات ستنفذ. إضافة إلى ذلك أنه سنة 24 ما دام استمرار في الوقت الحاضر على معدل الأسعار بهذا المعدل، وأعتقد أنه من الخطر أنه يعني من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال 6 أشهر القادمة أو خلال سنة 24، فهذا سيؤدي إلى وجود مطبات كبيرة جدا بالنسبة للموازنة وسيعاد النظر بها في جميع المجالات. أعتقد هذه يعني المفروض، لكن المشكلة المسألة الأساسية من غرض 3 سنوات هو تجميد النفقات التشغيلية وفي نفس الوقت استمرارية النفقات الاستثمارية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف ضيفا كريما في الاستوديو، والشكر الموفور لحضرتك الدكتور مصدق عادل أستاذ القانون الدستوري ضيفا كريما في الاستوديو أيضا. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في ملف كشف الذمم المالية. البعض صار يراوغ بكشف ما بجعبته من ثروات ويرفض الخضوع لقرارات النزاهة، وعلى إثر هذا السلوك توجهت الأوساط القضائية إلى محاسبة الممتنعين أو إبعادهم عن الخوض في انتخابات مجالس المحافظات، السبب اللي على أساسه طبقت هيئة النزاهة قرار كشف الذمم المالية للمشمولين. نفتح وإياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. أصحاب الدرجات الخاصة والمناصب العليا تحت طائلة المساءلة وأمام محاكمة كشف الفساد لهيئة النزاهة التي خاطبت بدورها الجهات المختصة لتزويدها بأسماء المشمولين للإفصاح عن ذممهم المالية لإثبات مشروعية مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف، إلا أن المعنيين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات كانت استجابتهم ضئيلة بحسب بيان هيئة النزاهة لأسباب يراها المراقبون أبرزها الخوف من فضحهم بملفات فساد طائلة، الأمر الذي يستوجب تشديد ملاحقتهم وتحوم حولهم دائرة الشبهات. فما بين كاشف ومماطل يراوح ملف الذمم المالية للمسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة مكانه من خلال استخدام السلطة أو التحايل لكسب وقت أكثر. فافتتاح هذا الملف الخطر والحساس أمام الرأي العام يكشف الصندوق الأسود لخفايا وفساد بعض المراوغين بكشف ذممهم المالية المتمثلة بارتفاع غير طبيعي لثرواتهم باختلاف مصادرها. أما التهرب من هذا الإجراء القانوني يخلق حالة من عدم الثقة في القانون العراقي، وكذلك عدم التطبيق الكامل يدخل العملية السياسية بنفق عدم التوازن المظلم، وبالتالي فقد المصداقية في قرارات هيئة النزاهة وتنفيذ واجباتها بحسب آراء المتخصصين. نهى الشمري، الأيام. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الاستاذ محمد الربيعي رئيس مؤسسه النهرين الشفافيه ومكافحه الفساد، حياك الله استاذ محمد ضيفا كريما، وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ ابراهيم السراج الكاتب والصحفي، حياك الله استاذ ابراهيم. حياك الله استاذ محمد. وفق المؤشرات اللي تتحدث عن كشف الذمم الماليه، هل هو بمستوى الطموح ام دون هذا المستوى ولم يلقى استجابه حسب متابعتك؟ بداية شكرا جزيلا لكم على الإضافة وتحياتنا لجمهوركم الكريم والضيف الكريم أستاذ إبراهيم. حقيقة ملف مكافحة الفساد وبالأخص قضية كشف الذمم المالية هي تعزيز للجانب الوقائي من مكافحة الفساد، لذلك أي وظيفة أو مهام تكون قريبة من مخاطر الفساد تضمنها قانون هيئة النزاهة المعدل، وخصوصا بالمادة 16 انه حدد هؤلاء هذه المناصب
من أجل تقديم كشف الذمم المالية. لكن للأسف أن منظومة الفساد تقدمت كثيرا، أصبحت قضية كشف الذمم المالية يعني حتى بالتجارب الدولية هي قضية يعني تمتد لقبل 10 سنوات أو أكثر، لأن أساليب الفساد تطورت إلى شركات الأوفشور، إلى قضايا شركات التمويل، فبالتالي جميع هذه خفايا. لكن لا زالت أساليب الفساد بالعراق هي أساليب بدائية والالتفاف عليها مكشوف جدا، والقانون أيضا سمح لهيئة النزاهة أن تطلب من أي شخص ترى أن وظيفته على تماس من مع المواطن وفيها مخاطر فساد أن يعني تطلب منه كشف ذمته المالية. بالتالي هذا الإجراء يجب أن يأخذ مدى الجدية. يعني حتى الآن مثلا نحن في العراق لم نرى أنه هيئة النزاهة أو جوار الرقابة المالية صدر بيان بكشف ذمة مالية لمنظمة مجتمع مدني، مع العلم هي مشمولة بالقوانين، النقابات، الاتحادات هي مشمولة، رؤساءها مشمولين بقضية كشف الذمة المالية. بالتالي هذا الموضوع بدأ يعني يفعل مؤخرا من قبل هيئة النزاهة. أستاذ إبراهيم أوجد الترحاب بحضرتك، تشكو النزاهة من ضعف الاستجابة من قبل رؤساء الأحزاب والكتل لطلب كشف ذممهم المالية، وهنا أيضا نوه الضيف الكريم الأستاذ محمد عن أن انتخابات مجالس المحافظات ستنحو هذا المنحة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الأخ العزيز أستاذ محمد ربيعي المحترم. يعني بالتأكيد أنه مع قرب مجالس المحافظات، انتخابات مجالس المحافظات، هذا القلق يساور الجميع، يعني الكتل السياسية، زعماء سياسيين ما شابه ذلك. أولا أنه يبدو أن البعض لم يطلع أو مر مرور الكرام على منهاج الحكومة لحكومة السيد محمد الشاع السوداني، والذي كان في أحد أبرز نقاطه مكافحة الفساد، وهذا بحد ذاته هو تفعيل لهيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية التي مختصة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. لذلك أعتقد هذا الرفض وهذا القلق من بعض الرؤساء، يعني مثل ما يقولون بعبة صخر بعبة ديشي معمع، مو صحيح؟ هذا المثل ديش ما يمعمع الميع، الصخر الصخر يمعمع، الصخر يمعمع زين. فلذلك انه هذا القلق يعني جائز، يعني للاسف الشديد، والا انه يفترض بزعيم الحزب ان يكون قدوه حسنه لاعضاء حزبه، يفترض بزعيم الحزب ان يكون قدوه حسنه في احترام التشريعات والقوانين. هذه مؤسسات دوله، وبالتالي انه من حقها. اليوم احنا عندنا هيئه نزاهه، ما تقوم به هيئه نزاهه هو ثوره كبيره في مجال مكافحة الفساد ومحاسبة الذين أثروا على المال العام، على حساب المال العام، وهذا الكسب الغير مشروع. لذلك أنت تجد أنه في قبل أسبوعين كان هناك إلقاء قبض على مدير عام في أحد الوزارات، هو ما هذا الرجل هو طلع من الوظيفة، ولكن تم ملاحقته في العاصمة الأردنية عمان، وكان عنده 38 مليار دينار عراقي كسب غير مشروع، والا هو مدير عام، يعني جيد راتبه مدير عام 3 ملايين 4 ملايين. لذلك اعتقد ان هذه الاجراءات ماضيه، وحتى الشخص الذي قد يكون في هذه الحكومه لم يسرق، ولكن لديه اموال، تضخم في الاموال، تضخم غير مشروع. يعني شلون انت تلقى لك مدير عام مثلا صار له 10 سنوات بالوظيفه، عنده فندق، عنده عمارتين بالجادريه، عنده ما عنده، عنده شركه صرفه، منين لهي الاموال هاي؟ من راتبه؟ ايش قد راتبه؟ 3 ملايين 4 ملايين؟ لاحظ ذلك يا استاذ احمد. فلذلك انه هذه الاجراءات اجراءات رسميه تسري على الجميع. يعني اليوم حتى ضمن الدولة يجب أن يكون هذا القانون، قانون كشف الذمم المالية، يسري على الجميع. بالفعل أول شخص هو سيد محمد الشاع السوداني، كشف عن ذمته المالية، وبالتالي أنا أعتقد أنه يفترض بزعماء الأحزاب أن ينتهجوا هذا النهج وأن يسيروا وفق هذا المخطط وهذا الرؤية، إذا كان هناك من يريد أن ويدعم توجهات هيئة النزاهة في محاربة الفساد والمفسدين وفي تعزيز قيم النزاهة. هسه النزاهة هي مو بس تريد انه المفسدين، لا، تعزز قيم النزاهة. هذا التعزيز من خلال هذه الإجراء اللي هو كشف الذمة المالية للجميع طبعا، لا توجد هناك. بالمناسبة احنا رغم انه لدينا نقص في القوانين والتشريعات الخاصة بعملية مراقبة الحسابات المصرفية وكشف الأداء أو كشف المبالغ التي بذمة بعض المسؤولين، لأن هناك عملية هذا الفراغ استغل في عملية أن هذه الأموال تسجل باسم فلان، باسم السائق، باسم الحارس، باسم ابن خالطة، بالعم، لكن أيضا هيئة النزاهة هي عملت على هذا الموضوع. لذلك أنه هذا الإجراءات أنا أعتقد إجراءات
اولا نالت رضا الشارع العراقي، وانا اتابع في مواقع التواصل الاجتماعي هناك حاله رضا عجيبه غريبه تحدث لاول مره بالعراق، تحدث لاول مره بالعراق، لانه هناك من يدعم اجراءات هيئه النزاهه، وهناك من يدعم اجراءات الحكومه لمكافحه الفساد والمفسدين. طيب استاذ محمد، يعني مدى الاستعانه بالشركات المتخصصه في متابعه التضخم في الاموال لدى المسؤولين؟ وهنا نتحدث عن شركات سواء محلية أو على المستوى الإقليمي أو الدولي. حقيقة هذه إحدى ابتكارات البلد ولها أذرع خارجية طبعا. العراق ليس بحاجة لشركات لمتابعة الأموال أو التضخم المالي أو حتى الأموال لمن هو بالداخل أو بالخارج. العراق عضو بإئتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ممكن عن طريق التعاون الدولي والتزاما بهذه الاتفاقية للدول الأعضاء فيها أن يحصل على جميع البيانات التي يطلبها، وممكن أن تساهم بشكل كبير باسترداد الأموال المنهوبة. وهيئة النزاهة مضت بهذا الاتجاه بتوقيع اتفاقات ثنائية مع مجموعة من البلدان التي تعتبر ملاذات آمنة للأموال المنهوبة من العراق. بالتالي خارجيا هذه يعني هذه الأبواب مفتوحة، أما داخليا بالتأكيد أنه العراق لديه أولا سجلات، نظام محاسبي، قضية مخاطر الفساد، الأشخاص المشمولين بهذه المخاطر متوازين. فمن الصعب جدا أنه أستعين أو من غير المعقول أنه أستعين بشركة محلية لمراقبة التضخم المالي أو الحسابات. بخطوة واحدة تفعيل قانون مكافأة المخبر اللي شرع من 2008 وإحنا اليوم بعام 2023 ولم نرى أو نسمع أي مخبر تسلم مكافأة عن قضية فساد بلغ عنها. هذا بحد ذاته سيخلق ثورة بالبلد ضد الفاسدين. أنا متأكد أنه أغلب الفاسدين نساءهم زوجاتهم بناتهم ستقوم بالتبليغ عنهم. هذا الأمر متاح لأن هذه أموال سحت، أموال حرام استولوا عليها بشتى الطرق، وهي قتل مواطن، أغلبها قتل مواطن يعني، وده نشوف البلد وين وصلوا. لكن قضية أنه شركات، فهم بالتالي ابتكار جديد منهم من أجل كسب الوقت بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية أنه الحصول على أموال وضرب بعضهم البعض من أجل أن تكون هذه الشركات تستغل لغرض المنافسة السياسية والحزبية أو تخلق بيئة فساد جديدة. طيب ها وجهة نظر حضرتك، ما أدري إذا إلى أي مدى تتفق مع ما طرحه أستاذ محمد أستاذ إبراهيم، لما تكون استعانة على سبيل المثال بشركات متخصصة في متابعة التضخم في الأموال، خاصة وأن أغلب هذه الأموال حولت لمشاريع تجارية وعقارات، بالتالي طمست الكثير من شواهد الكسب غير المشروع. يعني أنا أعتقد من الخطأ أن نستعين بهكذا الشركات. أولا هذه شركات مكلفة، وبالتالي أنه هذه قيمة اللي يعني قيمة الأموال تدفع لها الحكومة أو هيئة النزاهة، أعتقد ممكن نستعين بها بتعيين ستاف من القانونيين والمحاسبين القانونيين وال أصحاب الكفاءة والاختصاص حتى يتم عملهم. اثنين أنه في نفس الموضوع أنه نحتاج إلى قضية مكافأة المخبر، يعني مثل ما قال الأستاذ محمد، يعني يفترض أنه يتم تخصيص مكافآت مالية مجزية لمن يخبر عن الفساد بطريقة حقيقية قانونية، وليس بطريقة الانتقام أو تشويه سمعة، لا بطريقة وثائق وما شابه ذلك، عن حالات تضخم، عن حالات الكسب غير مشروع، ممكن ذلك. لكن استعانة بالشركات أجنبية أو عربية ومحلية، أنا أعتقد هذا هدر للمال العام. هيئة النزاهة قادر على هذا، وبالمناسبة في هيئة النزاهة هناك شعبة لمتابعة هذا الموضوع مختصة بهذا الموضوع، ويمكن عمرها أكثر من 5 سنوات. أعتقد أستاذ محمد معلوماته أكثر من عندي في هذا المجال. وأيضا أنه ممكن أيضا إجراء تعديل على بعض القوانين والتشريعات، يعني هذا الآن هذا التعديل يعني ليست الذهاب إلى مجلس الأمن، لا أكو تعليمات مجلس الوزراء والأمانة العامة مجلس الوزراء وهيئة النزاهة تحتاج إلى بعض التعديل حتى تعطي صلاحيات أوسع لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وهذه طبعا تحتاج إلى 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 موافقة الحكومة. وأيضا هذه أعتقد تعديلات بما يضمن أولا حتى تعطي مساحة كبيرة لهيئة النزاهة لتقوم بعملها، اثنين أنه حتى تكون هناك نتائج واقعية على أرض الواقع تحققت. وبالتالي هذا الأهم من ذلك، نحتاج إلى قانون. هذا القانون طبعا ما إذا ذهبنا لمجلس النواب ما يصير هذا القانون مجلس النواب، ما يتحقق، ما لن يشرع قانون أنه على الأقل قرار هو تعليمات من رئاسة الوزراء، طالما أن السيد محمد الشاع وضع في منهاج الحكومة وعلى أساسه مكافحة هذا. يعني أنه نحتاج إلى
إلى تعليمات فيما يخص حماية موظفي هيئة النزاهة، وهذا ضروري جدا، حماية القاضي، حماية جانب التحقيق، حماية المحقق، هذا ضروري جدا أن تكون هناك حماية، حماية قانونية، وبالتالي حتى تكون هيئة النزاهة بعد أقوى وتحقق نتائج. الآن كل العمليات اللي كشفتها هيئة النزاهة والله أقسم لك أنه نالت رضا الجميع، والجميع يرفع لها القبعة، وبالتالي نعتقد أن هذه الإجراءات إجراءات جيدة جدا. إذا استمرينا على هذا الموال أنا أعتقد قد تكون هذه السنة هي بداية الثورة الحقيقية على الفساد والمفسدين. مو إحنا هنا نحكي أستاذ محمد عن الطموحات وعن الإمكانات، لما نعرف أنه يمكن دائرة الوقاية هي المسؤولة عن متابعة استمارات كشف الذمم المالية، النزاهة لما تخاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة كشف المرشحين عن ذممهم المالية عن طريق استمارات موزعة، ما مدى أن تأخذ هذه الدعوة طريقة للتنفيذ أولا ومعرفة حجم الأموال قبل استلام المنصب؟ وإحنا نتحدث هسه إذا أخذنا على سبيل المثال بغداد نموذجا، مقاعد المجلس المحافظة 40-50-52 مقعد، والمرشحين قد يوصلون للآلاف، 5,000-7,000 مرشح. عندنا إمكانية من قبل دائرة الوقاية أن تتابع 7,000 استمارة كشف ذمة مالية؟ نعم، موجودة الموارد البشرية بالهيئة وبالخصوص في دائرة الوقاية، وموجودة الاستمارة تملأ بشكل إلكتروني، والكثير على فكرة أنه الهيئة الآن انطلاقة أنه فقط كشف الذمة المالية، المرشحين يجب أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليس فقط كشف الذمة المالية وإنما كشف مصادر تمويل إنشاء الحملة الانتخابية، لأنه من غير المعقول أن يرشح موظف بدرجة ثامنة أو بدرجة عاشرة وحملته الانتخابية تكلف 2 مليار دينار. نعم. فبالتالي هناك خطوات أخرى ستتخذها هيئة النزاهة قبل الانتخابات، ليس فقط كشف الذمة المالية المطروح حاليا. طيب أستاذ إبراهيم، يعني لما تكون هنالك هذا العدد الهائل من المرشحين، ألا يثقل كاهل المفوضية؟ وكان المعمول فقط في من يتولى هذه المناصب، ولم تكن أيضا ضمن الحسابات أنه المرشحين لمجلس النواب أو لغيره لما يكون في منصب المسؤولية تطلب من استمارة كشف الذمة المالية. يعني هو كشف الذمة المالية أعتقد هو إجراء كان روتيني في الفترات السابقة في الحكومات السابقة، خب هسه الكاظم من كشف ذمة مالية هسه النزاهة ما تابعة اتحادية تعتبر، نعم يعني تصدر في نعم في تقريرها السنوي نصف السنوي. نعم استاذ احمد، ولكن انا اعتقد الان هناك رغبة وارادة تتمثل اولا هذه الارادة برئيس رئاس وزراء، رئيس وزراء السيد محمد شياع وايضا هيئة النزاهة على تفعيل هذا بشكل عملي، وبشكل يعني عملية المرشحين هسه خب اذا كانوا 5000 او 6000 يعني اعتقد هي مو صعبة انه على هيئة النزاهة. اليوم الحكومة صح بدت الكترونيا، الحكومة الالكترونية ولكن خطوات بطيئة تحتاج الى تفعيل وتحتاج، ولكن هذا يعني انه هناك اكو بوادر عملية ان تكون عملية تدقيق للذمة المالية عملية حقيقية وقانونية وليس شكلية، لكن هذا ايضا يتطلب وقت، صحيح يعني يتطلب وقت 5000، قد تكون 5000 في مرشح في بغداد، قد تكون محافظات اخرى ما نعرف ايش قد اعداد ايش قد، يعني قد يكون المرشحين كل مثلا مجالس المحافظات 20,000 مرشح، هذا يعني انه يطلب وقت ويطلب جهود. نعم. ولكن هذا هي ليست مستحيله، لانه عندما تضع هذا الباب انا اعتقد انه انت راح تدفع باتجاه اولا انه تمنع عمليه الفساد من ابوابه، يعني انت راح تبدي بالفساد من الاول، مو تجي بالاخير تحاسب المفسد وما شابه ذلك. ايضا حتى عمليه يعني هذه هي لها تبعات اخرى، مثلا انه عمليه انه كشف الذمه الماليه مو فقط المسؤول المرشح، نعم. لا حتى عائلته، هذا يعني هو مو من باب التشكيك بنزاهة، ولكن هو من باب انه هذه ادوات استمارة قبلية ومن ثم تكون هنالك ايضا استمارة بعدية بعد استلام المنصب حتى تعرف الفوارق، وهذا اجراء ايضا جدا صحيح، ونحن في الاعلام داعمين لكل الحملات اللي تثبت عدم الفساد. اشكرك شكرا جزيلا استاذ ابراهيم السراج الكاتب والصحفي، اثريت الحوار ضيفا كريما في الاستوديو، والاستاذ محمد الربيعي رئيس مؤسسة النهرين الشفافية ومكافحة الفساد، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو وهذه الاضافات. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.